جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا، تقول واو عينها تسأل وتقول: أفتوني في صلاة الضحى، حيث قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ عليها كالمكتوبة، وإنما كان يصليها أحيانا، وخاصة عندما يحضر من مغيبة أو لا يستطيع قيام الليل. نعم، هو كذلك، صلاة الضحى سنة ليست واجبة، يجوز أن يتركها في بعض الأيام. وأهل العلم أو بعض أهل العلم يقول إنه يغيب بها، يعني يصليها يوما ويتركها يوما لئلا يفهم أنها واجبة. وكذلك من كان له قيام الليل يصلي من الليل، فإنه لا يداوم على صلاة الضحى، وإنما يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. نعم.